طيب اليوم احنا هناخد هيك شوية عدة مواضيع. أول موضوع هناخده موضوع كيف أخلي الثيم تبعي لوكالايز أو انترناشونالايز. إيش يعني؟ يعني إنه ممكن استخدامه بأي لغة. يعني مثلا أنا الموقع عربي فأنا الثيم تبعي بيكون عامل سبورت للغة العربية، الموقع مثلا إنجليش ينعرض للإنجليش، الموقع بلغة مثلا ثالثة فرنسي وغيره وهكذا. كيف انه احنا نبني الثيم تبعنا بطريقه انه ممكن ايش استخدامه بغض النظر عن اللغه بتاعت الموقع، تمام؟ وهذه اغلب البريميوم ثيمز او الثيمز اللي بتم بناها بتنبني بهذه الطريقه، بحيث لو انا بدي اشتغل موقع بالعربي حتلاقوه اوتوماتيك يتحول مثلا رايت تو ليفت، تمام؟ زائد انه في الكلمات صارت انه ايش الكلمات مثلا المفترض تظهر بالعربي حتلاقوها ظهرت بالعربي وهكذا. فبدنا نشوف كيف بدنا نعمل الثيم تبعنا قابل للترجمة ويكون انترناشونالايز او لوكالايز، المصطلحين هذول هذا المقصود فيهم، لوكال لوكالايزيشن للثيم او انترناشونالايزيشن للثيم، المقصود فيه انه انا كيف اخلي الثيم تبعي سبورت لاي لغة في العالم. احنا في الوضع الطبيعي كنا نكتب كله بالانجلش، معناته لو انا فجأة قررت احول او استخدم الثيم تبعنا للعربي حتواجهنا المشاكل. طيب احنا طبعا بالنسبه لترجمه المحتوى ما لهاش علاقه في القصه هذه، احنا شفنا ان ممكن المحتوى نفسه اضيفه اكثر من لغه من خلال البلاجين زي البولي لانج، هذه الشغله ما لهاش علاقه في الكلام اللي احنا بنحكي عنه، انا بتكلم على الثيم نفسه، تمام؟ بتكلمش على المحتوى. المحتوى شفنا في بلاجين اسمه بولي لانج او دبليو بي ام ال بتعمل للموضوع هذا، لكن في النهايه حتى لو كانت انا ضفت المحتوى بعربي لكن الثيم مش عامل سبورت للعربي، حيظهر المحتوى عربي لكن مش بالشكل اللي انا محتاجه. طيب عشان نضيف موضوع الانترناشوناليزيشن والوكاليزيشن، الوردبريس عامله سبورت لمكتبه اللي هي مكتبه البي او او الام او، هي عباره عن ملفات خاصه تستخدم في اضافه الكلمات وترجمتها. الفكره الاساسيه انه انا الكلمات الثابته مثلا لو جينا كلمه سبسكرايب هذه في الثيم تبعنا او كلمه ساين اب، هذه كلمات ثابته، يفترض لما انا احول الثيم تبعي للغه مثلا زي العربي تلقائيا تترجم لايش؟ للغه تاعتها، يعني مثلا ساين اب حصير مثلا التسجيل او سجل معنا، تمام؟ فالموضوع هذا بيحتاج منا شغلتين، اول شغله انه الثيم يكون لما يجي نطبع هذه الكلمات نطبعها بطريقه تكون قابله للترجمه، تمام؟ احنا كنا مثلا نيجي نحط كلمه ساين اب، خلينا نشوف وين مكانها، هذا غالبا مكانها في ملف الهيدر تبعنا، مظبوط؟ في الهيدر حلاقي انه مثلا عندي كلمة ساين اب او هاي كلمة سبسكرايب، هذه كلمة مكتوبة هارد كودد، يعني مكتوبة الثيم زي ما هي، فيش مجال اغيرها. في مجال اغيرها؟ غير برمجية، غير ما ادخل على الكود واعدلها. طبعا مش منطقي، ليش؟ لانه معناته انا بدي اعمل مثلا لغة ثانية، بدي اعمل نسخة من هذا الملف وترجم كلمة سبسكرايب مثلا لكلمة بالعربي. عشان هيك الوورد بريس قدمت لي مجموعة من الفانكشنز اللي احنا هنستخدمها لعملية الترجمة. عملية الترجمة انه بصير تلقائيا لما اشوف كلمة سبسكرايب وفجأة تم تحويل الموقع للعربي، حيروح ايش؟ يترجم الكلمة هذه. طبعا وين حيترجمها؟ من ملفات للترجمة حيتم تجهيزها، يعني كل ثيم او كل بلجن، لو قدامنا ناخذ بلجن، في ملفات للترجمة، ملفات اللغة احنا بنسميها، تمام؟ ملفات اللغه هذه بتصير الوورد بريس بيدور هل كلمه سبسكرايب هذه موجوده في هذا الملف، طب ايش الترجمه بتاعتها مثلا؟ اشترك، فبيروح يرد لي بدل كلمه سبسكرايب حيروح يحط لي كلمه اشترك، بناء على انه اللغه مثلا المعروض فيها الثيم حاليا هي اللغه العربيه. لو كان بلغه ثانيه حيروح يدور على ملف الترجمه الخاص مثلا باللغه الفرنسيه ويدور على كلمه سبسكرايب هذه وايش ويجيب الترجمه بتاعتها. اذا احنا في عندنا هنا حنتكلم على جزئين، في عندي ملفات ترجمه لازم ننشئها ومحتاج استخدم فانكشنز اللي حتصير تبحث عن الكلمه هذه في ملفات الترجمه عشان تترجم لي اياها. عشان هيك مثلا انا جيت على كلمه سبسكرايب وحنحطها داخل فانكشنز للترجمه هالوقت. بي اتش بي، طبعا كود بي اتش بي هنا حنتكلم. حستخدم فانكشن، تمام؟ اللي هي دبل اندرسكور، اندرسكور كمان اندرسكور. هذه الفانكشن لو شفتوها، هذه الفانكشن حتستخدم لعمليه الترجمه، كيف بحط كلمه سبسكرايب بداخلها. هيك انا صرت الكلمه هذه صارت قابله للترجمه، في الاول كانت
نص ثابت، لا هيك اختلفت وصارت قابلة للترجمة. وبالتالي أي كلمة أنا بدي أحطها في الثيم بدل ما أكتبها هارد كودد بالطريقة هذه زي كلمة ساين أب، لا حنبطل نستخدم هذه الطريقة، بنصير أي كلمة أنا محتاج إنها تترجم نكتبها بإيش؟ من خلال الفانكشنز بتاعت الترجمة. طبعا ممكن بالطريقة هذه، هذه الفانكشن بترجع قيمة، فأنا لازم أعمل قبلها إيش؟ إيكو. تمام؟ لكن في نفس الوقت أنا ممكن أستخدم فانكشن ثانية، خلينا نشوفها تحت في مثال الساين أب. اندرسكور اي تمام، وبعطيها كلمات ساين اب. سكر القوس، سكر البيج اندرسكور ليش هيك تلونت بي اتش بي، انا سيانا قوس بي اتش بي. برضه هذه الفانكشن حق الدبل اندرسكور فانكشن للترجمه، الاندرسكور اي برضه فانكشن للترجمه، ايش الفرق بيناتهم؟ الاولى بترجع قيمه الترجمه وبالتالي لو انا محتاج اطبعها بطبعها، فعشان هيك حطيت قبلها ايكو. الثانيه بتطبع مباشره، يعني حتترجم وحتطبع، عشان هيك بتبدا بكلمه اي من كلمه ايكو اندرسكور اي. طبعا في حالات انا بكون محتاج القيمه مش محتاج اطبعها، وفي حالات بكون انا محتاج اطبعها بشكل مباشر. لو احنا نطبع بشكل مباشر نستخدم الطريقه هذه افضل ما نستخدم الطريقه هذه، لانه هذه مثلا يعني كود اطول شويه. في الحالتين نفس النتيجه حيعطيني. طيب كل ثيم او كل بلجن فعليا عامل حيكون عامل سبورت لموضوع الترجمه، فالوقت كلمه سبسكرايب هذه حيبحث عليها وين؟ حيبحث عليها في ملفات الترجمه. طب ملفات الترجمه بتاعت اي ثيم بتاعت اي بلجن، يبقى لازم انا افهم الووردبريس انه انت بدك تبحث في ملفات الترجمه الخاصه فيا، ما تروحش تبحث لي في مكان ثاني، لانه ممكن يكون في ملف مثلا بلجن او ثيم ثاني مترجمه كلمه سبسكرايب بس كلمه غير الكلمه اللي انا بدي اياها، وبالتالي انا لازم احدد للوورد بريس من وين يترجم لي هذه الكلمه، من اي ملف يجيبها. تمام؟ الشغله هذه احنا بنسميها التكست دومين، اللي هو الدومين تبع الترجمه. كل ثيم بيكون عامل دومين خاص فيه، دومين مش مقصود فيه زي اكزامبل دوت كوم، لا دومين مقصود فيه مجال، يعني زي انه مساحه خاصه بهذا الثيم. تمام؟ بنسمي المصطلح اسمه تكست دومين. التكست دومين عباره عن كلمه. تمام؟ احنا بعد هيك حنشوف كيف حنعرفها او حنوضحها للووردبريس. فانا مثلا ممكن احكي انه الايكو هذه حتكون جايه من تكست دومين، انا هفترض انه اسمه ماي ثيم، وفي الغالب احنا بنستخدم اسم الثيم مثلا او اسم البلجن كتكست دومين. اذا لقيت البارامتر الثاني انا بعته لهذه الفانكشن، احنا هذا بنسميه تكست دومين، اللي هو فعليا بفهم الووردبريس من وين يروح يدور على هذه الكلمه، هذه الكلمه وين حيلاقيها، وين حيلاقي ترجمتها. بقول له هتلاقيها في التكست دومين تبع ماي ثيم. طب التكست دومين هذا وين وين ملفاته وين بيأشر، هذا وقت حنحكي عنه. اذا الخطوه الاولى، طبعا لو انا ما كنتش محدد تكست دومين هو حيستخدم التكست دومين الافتراضي تبع الوورد بريس، يعني هروح يدور فعليا في ملفات الوورد بريس نفسه. الوورد بريس نفسه اصلا انتم بتعرفوا قابل للترجمه، نحن مره استخدمنا لوحه التحكم مره حولناها عربي ومره حولناها وكانت انجلش صح؟ يبقى هو وعند الداشبورد الترجمه كيف ترجمها؟ هو فعليا مستخدم هذول الفانكشن وعامل ملفات ترجمه لكل الايش الكلمات اللي بنستخدمها عشان يتم ترجمتها. لو انا ما كنتش محدد التكست دومين حيدور وين؟ في التكست دومين الافتراضي تبع الوورد بريس. طبعا ممكن تكون الكلمه موجوده ممكن ما تكونش موجوده، فاذا كانت موجوده فهي الترجمه، ما كانتش موجوده مش هتترجم. طب هو ترجمها بطريقه غير عن الطريقه اللي انا بدي اياها، يعني هو مثلا سبسكرايب مسجلها اشترك معنا، انا بكتب لا الاشتراك، فانا عندي الترجمه هنا اختلفت. طالما انا بدي اتحكم بالموضوع هذا، اذا احنا لازم نحدد دائما التكست دومين تبع الكلمه اللي انا بدي اترجمها. طبعا ممكن في العاده الثيم بيكون له تكست دومين واحد تمام، لكن انا فعليا ممكن يكون عندي في الثيم اكثر من تكست دومين، بس في الوضع التقليدي والريكومندد انه كل ثيم له تكست دومين واحد عشان ما نتشتتش في موضوع ملفات الترجمه. اذا نفس الشيء الساين اب هذه بدي اقول له حتاخذها من نفس التكست دومين اللي اسمه my theme فاصلة my dash theme. يفترض كل الكلمات اللي زي هذه في الثيم موجوده عندي في الثيم نترجمها بهذه الطريقه، يعني وين ما في عندي كلمات خلينا نروح مثلا على جزئيه الفوتر. وين الفوتر؟ في عندي مثلا باك تو توب، نفس الشيء كل كلمات ثابته بده يتم ايش تحويلها لايش؟
انها يتم عرضها من خلال الفانكشنز تبعت الترجمه. فهذا حنيجي نفس الطريقه في اتش بي underscore echo انه يطبع بشكل مباشر للكلمه هذه. مش عارف ايش البلجن اللي نازله اللي عامل لي مشكله في موضوع الترانسليت او الكيبورد. تمام، نفس الفكره، لازم نحدد له ايش في البارامتر الثاني لهذا الفانكشن. بنحدد مين تكست وما احنا سميناه ماي. طبعا انا التكست دومين هذا لسه مش معرفه، تمام، وهذه الكلمه فعليا انا لسه مش مترجمها. لو دخلنا على الموقع ايش اللي حيصير؟ الكلمات اللي ما لهاش ترجمه او مش لاقي التكست دومين تبعها حيعرضها زي ما هي، مش هتتاثر، يعني سبسكرايب حضلها معروضه سبسكرايب. يعني الكلمه هذه باك تو توب مثلا اللي هي تحت حتضلها تظهر زي ما انا كاتبها جوا الفانكشن، تمام. اذا لها لقى لها ترجمه حيترجمها، ما لقاش لها ترجمه حيظهرها كما هي. ففيش عندي خوف موضوع انه الملف انه هذه الكلمه انا مش مترجمها مثلا. احنا الموقع حاليا اصلا معمول انجلش، خلينا نحوله ايش لعربي. هندخل على الداشبورد، طبعا لو احنا مفعلين موضوع اللي هي اللغات من خلال بولي لانج، او لو رحنا احنا ثبتنا اللغه من خلال مين السيتنجز في الجنرال واخترنا اللغه ايش العربيه، طبعا لاحظوا انه عندي ايش صار هنا الووردبريس، انه هذه الكلمات بالنسبه لي هو مجهز لها ملفات ترجمه فالترجمه. طب نشوف القالب تبعنا ايش صار فيه، طبعا ولا شيء تاثر، تمام. ليش؟ احنا فعليا مش ضايفين لسه ملف الترجمه الخاص بالعربي. احنا بدنا نعمل خطوتين، اول شغله بدنا نفهم الووردبريس من وين بده يحمل التكست دومين اللي حددنا له اياه، اللي هو ايش سميناه ماي ثيم. هذا التكست دومين هو فعليا زي ما بحكي له وين المجلد، هي مقصود التكست دومين، هو عباره عن المجلد اللي بيحتوي على ملفات الترجمه، تمام. انا ممكن يكون عندي ملف ترجمه، كل لغه لها ملف ترجمه خاص فيها. فلو انا عندي الموقع مثلا او هذا الثيم عامل سبورت لعشر لغات، فحيكون عندي تقريبا عشر ملفات ترجمه لكل لغه ملفها الخاص فيه. طيب لما نيجي من الثيم، يفضل مثلا ايش نعمل في الاستراكشر تبع الثيم، نحط ملفات الترجمه في مجلد اسمه لانجويجز، تمام. عشان هيك احنا هنروح ننشئ جوا الثيم تبعنا اللي هو الماي ثيم، هننشئ مجلد نيو فولدر نسميه لانجويجز. هالوقت الاسم هذا احنا بنختاره، ممكن يكون لانجز لانج ال جي ايش اي اسم تختاروه، لكن لانجويجز هو الايش الاسم المفضل. في قلبه ايش؟ نفترض نحط فيه ملفات الترجمه، كيف حننشئ ملفات الترجمه؟ حنحكي عنها. قبل ما ننشئ ملفات الترجمه خلينا نفهم الوورد بريس انه التكست دومين هذا حيلاقي الملفات بتاعت الترجمه في المجلد اللي اسمه ايش؟ لانجوج. عشان نفهمه الطريقه الوحيده انه حنكتب الكود وين؟ في الفانكشنز. اتفقنا اي كود بارد ما جي؟ تمام؟ حنكتب في الفانكشنز. طبعا في الفانكشن احنا اي كود او اي تدخل بدنا نستخدمه لازم مرتبط باكشن، يعني انا بدي اكون عارف ايش الاكشن اللي هستخدمه عشان افهم الوورد بريس وين ملفات اللغه تبعتي. فعليا احنا هنستخدم نفس الاكشن تبع ايش؟ الافتر سيت اب ثيم. يعني فعليا الاكشن انا هستخدمه عشان اضيف موضوع اللغه او موضوع التكست دومين، هنستخدم نفس الاكشن تبع الافتر سيت اب ثيم، واحنا اصلا عاملين معاه فانكشن، فعليا هنكتب الكود تبعنا وين؟ في نفس الفانكشن هذه اللي احنا اشتغلنا عليها قبل هيك. يعني مش هننشئ فانكشن جديده، تمام. نحن اصلا اوريدي مستخدمين هذا الاكشن ورابطينه في فانكشن، فانا ممكن استغل نفس الفانكشن بس حضيف عليها كود جديد. حكيت عشان اضيف تكست دومين نيجي نحكي له ايش؟ اد اندرسكور ثيم اندرسكور تكست، عفوا اد
ثيم او لود، لود ثيم تكست دومين، لود صح ثيم تكست دومين. هذه الفانكشن تمام، هذه الفانكشن اسمها لود ثيم تكست دومين. لاحظوا اول بارامتر هي حتاخذه فعليا حتاخذ اسم التكست دومين، احنا افترضنا احنا سمينا التكست دومين تبعنا ماي ثيم، اذا هنا حكتب له في اللود تكست دومين اكتب له الاسم اللي احنا اخترناه هو ماي ثيم، هو نفس الاسم اللي احنا حطيناه في ايش؟ في الفانكشنز بتاعت الترجمه تمام؟ وهيك انا سجلت هذا التكست دومين، يعني انا استخدمت التكست دومين سميته ماي ثيم، اذا انا هنا بسجل التكست دومين هلا انا سميته ايش؟ ماي ثيم. طيب البارامتر الثاني لهذه الفانكشن هو عباره عن وين موجود؟ وين حنلاقي ايش؟ ملفات الترجمة، احنا افترضنا حنحط ملفات الترجمة في مجلد اسمه ايش؟ languages، معناته انا بدي اخلي هذا التكست دومين يأشر على مجلد ال languages اللي موجود في الماي ثيم. طيب على الوقت لو بدنا نكتب نظام relative زي هيك languages على فرض انه ايش؟ انه انا موجود في الفانكشنز والفانكشنز واللانجوجز موجودين في نفس المجلد في نفس المكان صح؟ فهيك انا ممكن اشتغل تمام؟ بس عشان نشتغل طريقه اضمن بدناش نشتغل طريقه ريلاتيف، نستخدم فانكشن اسمها متذكرين زي قصه الجيت ثيم فايل يو ار اي، في عندي حاجه اسمها جيت اكتبها فوق جيت ثيم دايركتوري جيت تمبلت جيت تمبلت دايركتوري تمام، في عندي يو ار اي وبدون يو ار اي، اليو ار اي اذا الرابط انا شربت انا بدي فقط مين التمبلت دايركتوري، هذا ايش بترجع؟ بترجع لي المجلد تبع الثيم تمام، بترجع لي مين مجلد الثيم نفسه جيت تمبلت دايركتوري، فايش هتروح ترجع لي مسار المجلد تبع الثيم تبعي، وبالتالي اللانجوجز وين موجود؟ اصلا في جوا المجلد تبع الثيم، فاحنا هنعمل نظام كونكاتينيشن، هنحكي له ايش؟ جيت تمبلت دايركتوري كونكاتينيشن مع مين؟ مع اللانجوجز، فهنصير نعطي له مسار كامل، مسار اللانجوجز. طبعا ممكن نشتغل بعيدا عن الفانكشن هذا، ايش لو كتبنا له زي هيك؟ مش داير. انه الداير اتفقنا دي عباره عن دايركتوري الحالي. والفانكشن اصلا واللانجوج موجود في نفس المجلد، فانا هيك وصرت برضه لمين؟ للمجلد تبع اللانجوجز. الطريقتين صح، بس خلينا نلتزم بالفانكشنز تاعت مين؟ الوورد بريس، تحسبا انه يصير تغيير بعد هيك في التطويرات اللي بتصير. اذا بالطريقه هذه انا فهمت الوورد بريس انه هذا التكست دومين اللي اسمه ماي ثيم تمام؟ الملفات تاعت الترجمه حتكون في المجلد هذا. حاليا احنا برضو ايش؟ فيش عندي ملفات للترجمة، فحيضلوا بنفس الاشي، مش حيعرض لي كلمة سبسكرايب او كلمة ساين اب باللغة العربية. الخطوة الاخيرة ظلت انه انا انشئ ملفات الترجمة. ملفات الترجمة فعليا الوورد بريس بتستخدم مكتبة اللي هي اسمها لها مصطلح تمام، بس احنا هنستخدم هذا البرنامج اللي هو اسمه بي او اديت. البي او اديت عبارة عن برنامج بيسمح لي اعمل اديتنج على ملفات الدوت بي او وملفات الدوت ام او وملفات الدوت بي او تي تمام؟ ايش الملفات هذه؟ خليني ملفات اللغة، هي ملفات الترجمة. الملف البي او تي هو عبارة عن ايش؟ ملف التمبليت. ايش يعني اللي هو بنسميه لانجويج تمبليت؟ هو فعليا فيه الكلمات اللي محتاجة للترجمة فقط بدون ترجمتها، بس بكون عامل لي فيها ليست للكلمات اللي محتاجه للكلمه، مثلا كلمه سبسكرايب محتاجه للترجمه، كلمه ساين اب محتاجه للترجمه، فهذا الملف اللي بيكون دوت بي او تي بيحتوي فقط على الكلمات اللي انا ممكن اترجمها. طيب وين انا بترجمها؟ في ملف اسمه دوت بي او. هذا الملف بيكون واحد فقط. البي او بيكون ايش؟ عده ملفات، كل لغه لها ملف.
يعني اللغة العربية هيكون لها ملف AR مثلا دوت بي او، اللغة الفرنسية هيكون لها ملف اسمه FR دوت بي او. طبعا هنا بنتكلم على كود اللغة، AR هو كود اللغة، تمام. الآن هو طيب ايش هو؟ هو فعليا الملف اللي بتصير عليه كومبايليشن بمجرد ما نعمل سيف لملف البي او، بمجرد ما نعمل سيف لملف البي او بيعمل نسخة يعني زي كأنه بيعمل جنريشن لملف الترجمة الفعلي، وبيخزنه ايش؟ بامتداد دوت ام او. طبعا نفس الشيء كل ملف بي او هيقابله ملف دوت ام او، يعني اي ار دوت بي او هلاقي مقابله اي ار دوت ام او. فعليا الوورد بريس بيقرا من ملف الام او. البي او انا هستخدمه عشان انا اعمل ايديتنج للايش؟ للترجمه. البي او تي هنستخدمه عشان انا انشئ منه ملف البي او، يعني البي او تي بستخدمه عشان انشئ ملف منه، انشئ ملف البي او. ملف البي او انا هعمل عليه ايديتنج او هبدا اعمل عمليه الترجمه، هينشئ لي هو ملف مين؟ الام او. الوورد بريس بيهمه ملف الام او. طيب يبقى دلوقتي احنا محتاجين ننشئ اصلا ملف مين؟ البي او تي. طيب كيف ممكن ننشئه؟ طبعا ممكن نستخدم احنا البرنامج تبع البي او اديت للعمليه هذه، تمام؟ او ممكن نستخدم البلجن اللي انا فرجيتكم اياه اسمها ايش؟ لوكو ترانسليت، اللي حكينا احنا هنستخدمه عشان نترجم الثيمز والقوالب، صح؟ ممكن استخدم هذه البلجن برضو عشان تعمل لي نفس الشغل تبع هذا البرنامج، تمام؟ انا البرنامج بس فرجيتكم عشان ممكن تستخدموه، لكن احنا فعليا ممكن نستخدم اللوكو ترانسليت. خلينا نشوف البرنامج هذا في الاول ونشوف كيف نتعامل معه. طبعا عملت له داونلود، بس ضل علي اعمل له انستوليشن. خلينا نعمل انستول قدامكم. طبعا ما تيجي تشتغلوا اونلاين على مثلا ثيمز نازله وجاهزه وبلجنز نازله وجاهزه، ممكن ايش؟ هتضطروا تنزلوا ملفات اللغه وترفعوها تاني. فالحل كان مين؟ البلجن اللي اسمها لوكو ترانسليت، هي عباره عن بلجن شبيهه بهذا البرنامج، بس بتشتغل ايش؟ على الموقع مش كديسكتوب ابلكيشن، هي عباره عن ديسكتوب ابلكيشن. تمام، اوبن فيو فور انستوليشن، اوكي. تمام، هاي البرنامج فتح لي. تمام؟ الوقت في عندي ايش؟ ايديت ترانسليشن، هذا لو في عندي ملف بي او جاهز فبتعمل عليه ايديتنج، هذا بيفتح لي، تمام؟ فبفتح هنا بيعمل لي اوبن لملف بي او. كريت ا نيو ترانسليشن، انا عندي ملف بي او تي جاهز فبدي انشئ منه ترجمه جديده، يعني مثلا انا عندي بي او تي وبدي انشئ ترجمه للغه العربيه، فبدي انشئ ملف الاي ار دوت بي او الجديد. تمام؟ ترانسليت وورد بريس ثيم اور بلجن، هم ايش؟ باي ديفولت عاملين سبورت لها. تمام؟ بي اوديت ويل ايش؟ سيت ايفريثينج اب، يعني هنا مثلا لقيت كل واحده لها اعدادات، فانا بدل ما ادخل على الاعدادات لو ضغطنا من هنا، طبعا ايش بس هذا مشكلته؟ انه هذا محتاج اصلا اكون نسخه البرو. طب ايش الحل؟ هنشتغل بطريقه مانيوال، فهروح ايش نحكي له هنا؟ فايل نيو، مش هنحكي له هنحكي له نيو فروم بي او تي بي او فايل او نيو، بدون نيو بدون اي شيء. في النيو هنروح على بس يفتح. طيب لانجوج اوف ترانزليشن، انا ايش بدي تكون اللغه تاعت الترجمه؟ هحكي له انجلش اللي هو اللغه تاعت الموقع حاليا اي ام. طبعا لو اخترنا حسب البلد معناته حيصير عندي الكود تبع الترجمه، مثلا انا اخترت اي انجلش لحالها حيكون عندي الكود اي ان، اخترت انجلش يونايتد ستيتس حيصير عندي الكود اي ان اندرسكور يو اس. فاحنا بدنا نكون واضحين ايش اللغه اللي حنختارها. طبعا بدنا نختار حسب مين؟ حسب لغات الوورد بريس نفسه. مثلا هنا في اللغه عنده ايش؟ مستخدم انجلش يونايتد ستيتس، يبقى انا بدي احكي له هنا انا بدي استخدم انجلش برضه مين؟ يونايتد ستيتس. هنلاقيها تحت في الاخر، نحكي له اوكي. طيب هلقيت بحكي له ايش؟ اعمل ابديت فروم بي او تي، او ايش بحكي له؟ extract from sources. هالوقت انا فيش عندي ملف بي او تي، احنا اتفقنا عشان انشئ ملف ترجمه محتاج لملف التمبليت اللي هو بي او تي، انا فعليا فيش عندي الملف هذا. فايش بدي اعمل؟ انا بدي انشئ هذا التمبليت. فايش في عندي خطوه؟ مش حكي له update from بي او تي، هقول له ايش؟ extract from sources. ايش المقصود هنا بالسورسز؟ بدي اقول له هات لي هات لي الكلمات بتاعت الترجمه من السورس كود نفسه، يعني من ملفاتي، من ملفات الثيم، من ملفات الدوت بي اتش بي اللي احنا كتبناها. تمام؟ هنختار الاوبشن اللي تحت extract from sources. طيب
وين السورس موجود؟ بنعطي له مسار الثيم تبعنا، فحنحكي له هنا ايش؟ بلس، او بدنا نبدا اول شيء، خلينا نبدا اول خطوه، بدنا نيجي على ايش؟ بدنا نبدا على التاب الاولى بروجكت نيم اور فيرجن، بدنا نسميه ايش؟ ماي ثيم. اللانجوج تيم بتحطوا ممكن ايش؟ الاسم تبعكم، مين اللي عمل الترجمه، هذه بياناته بطلبها، تمام. اللانجوج حددناها، اليوز كاستم مش هنستخدمها، كاركتر سيت حنضلها زي ما هي، السورس كود حنضلها زي ما هي، وهنحكي له ايش؟ اوكي. هنرجع مره ثانيه، بليز سيف ذا فايل فيرست. اكيد ليش بيحكوا لي هي؟ عشان اقدر اضيف الباث، بحكي ليش لازم تعمل سيف للملف، والملف هذا بتروح على تضغط كلمه سيف. وين حنخزنه؟ هنخزنه في مجلد اللانجوجز تبعنا، يعني جوا الثيم. يعني هروح على السي اكزامب على الاتش تي دوكس في الوورد بريس كونتنت ثيمز، وهي ماي ثيم، وهي مجلد اللانجوج. طب لاحظوا ايش الاسم الملف حيكون اي ان اندرسكور يو اس دوت بي او، ومفترض انه احنا ننشي ملف بي او تي افضل، تمام. بس هذا البرنامج مش بيقدرش يعمل انشاء لملف البي او تي، فانا فيش عندي مشكله، هو هينشئ لي ملف البي او، وانا بعد هيك بقدر انشئ نسخه ثانيه من البي او نفسه، تمام. هنحكي له سيف. الوقت لو رجعنا ايش نحكي له؟ اكستراكت فروم سورسز، بيقول لي طب حدد لي السورسز تبعك وين مكانه. ايش المقصود بالسورسز؟ اللي هو وين ملفات الثيم اللي انا بدي اترجمه. يعني ايش هنخليه هنا؟ ايش هنضيف في البلس اللي تحت؟ هنقول له اد فولدر، اللي هو الفولدر تبع مين؟ الماي ثيم نفسه، هاي تمام. طبعا ايش حط لي هنا دوت؟ الدوت بتاعني الكرنت فولدر، متذكرين لما كنا نحط دوت سلاش وحكينا ايش الدوت سلاش بتاعني؟ المجلد الحالي. طب هو الدوت كيف عرف انه هو في المجلد الحالي؟ احنا اصلا لما خزننا الملف وين خزناه؟ في اللانجوجز، تمام. طلع هي ايش معطيني؟ شايفين ايش البيز باث تبعه؟ هيو لو قرأناه بأشر وين؟ على الماي ثيم نفسه، لازم اخليه أشر على الثيم نفسه، مش على مجلد الثيمز كله، لانك حترجم كل هيك معناته حترجم مين؟ كل الثيمز، لا انا بلزمنيش. طيب هنا لو بدي استثني بعض ايش؟ المجلدات، يعني جوا الثيم تبعي في مجلدات بديش اترجمها، تمام؟ فايش بضيف هنا تحت؟ المجلدات هذه او الملفات. احنا في الوضع الطبيعي بس ما لازم اخلص، بحدد له فقط المجلد الرئيسي تبع الثيم، هذا الوضع الطبيعي. الخطوه الاخيره سورسز كيوردز. طيب الوقت هو حيدور جوا الثيم تبعي، تمام؟ على ايش بده يدور؟ على الكلمات القابله للترجمه. كيف بدي اعرف انه هذه الكلمه هي كلمة قابلة للترجمة أو مش قابلة للترجمة، تمام؟ من خلال إنه حيفحص هل أنا مستخدم الفانكشنز بتاعت الترجمة أو لا. يعني هو حيروح مثلا على حيفتح ملف الهيدر، لما يلاقي كلمة ساين أب جوا الفانكشن هذه حيعتبر إنه هذه الكلمة قابلة للترجمة، وبالتالي حيجيب لي إياها. لو لقى كلمة ثانية، تمام؟ مش مستخدم مثلا مكتوبة مش موجودة، هو كلهم لا سبسكرايب بس حطيناها كمان، تمام؟ معناته مش حيترجمها. طيب يبقى انا بدي افهم البرنامج انه لما تلاقي فانكشن لما تلاقي كلمه جوا هذه الفانكشن اللي اسمها دبل اندر سكور بدك تاخذ لي اياها، لما تلاقي كلمه موجوده جوا الفانكشن اللي اسمها دبل سكور اندر دبل عفوا اندر سكور اي بدك تاخذ لي اياها. هذا المقصود فيها بالكيوردز. عشان هيك انا حاجه على البرنامج اقول له ايش في الكيوردز، مثلا اقول له اد واقول له ايش دبل اندر سكور، بدي اقول له اد ثانيه لمين؟ للاندر سكور اي. يعني حطيت اسماء الفانكشنز في الكيو ار ككيورد، تمام. هم فعليا هذول تنتين، هو فعليا في الوورد بريس في اكثر من فانكشن هنتعرف عليهم، وبالتالي لازم اضيفهم كلهم هنا مش على قد التنتين هذول. انا حاليا عشان بس مستخدمهم يبقى بيأدوا الغرض، طالما انا مش مستخدم غيرهم. هنشوف استخدامات ثانيه، في عندي مثلا في عندي اندر سكور اكس، في اندر سكور ان، هنحكي كل وحده لها استخدام، تمام؟ احنا خلينا واحده واحده هالوقت. هنحكي اوكي. ايش قاعد يعمل الوقت؟ ايش لقى؟ لقى الكلمات اللي انا حطيتهم. هاي كلمه مش حقدر اكتب لكم الخط، في هاي كلمه باك تو توب وسبسكرايب وساين اب، تمام؟ الوقت لما بدي اجي اترجمها، احنا فعليا انا في الملف الانجليش، ففعليا انجليش اترجمه لانجليش ملوش معنى، صح؟
فهذا الملف احنا بس انشاناه عشان بدي انشئ منه نسخه العربي هالوقت. هذا الملف مش حامل فيه حاجه، حسكره. هنحكي ايش هنا الوقت؟ فايل، وهنحكي له نيو فروم بي او تي او بي او فايل، بدي انشئ ملف جديد. تمام؟ هو فعليا الملف حستخدمه للترجمه العربيه. نيو فروم بي او تي او بي او فايل. تمام؟ طبعا بقول لي انت ما حفظتش الملفات، حقول له مش مشكله سيف. والوقت ده ايش بدي اقول له هنا؟ هاي طبعا ايش حيخزنه؟ ثواني هنختار. طيب الوقت لما اجي احكي له هنا فايل اللي هو نيو فروم بي او تي او بي او فايل، مفترض اني اختار مين؟ ملف البي او تي او ملف البي او. لو رحنا على طبعا وين حنلاقي ملف البي او تبعنا؟ عشان افرجيكم اياه. هاي على السي او حنلاقيه هنا اصلا. هاي اللانجوجز صار عندي ايش ملف اسمه؟ en.u en.po. انا بدي انشئ ملف الاي ار اللي هو ملف اللغه العربيه. ايش هو؟ ليش؟ لانه ما فيش عندي ملف، انا افترض يكون عندي ملف بي او تي، اتفقنا. في المرحله ما فيش عندي بي او تي. تمام؟ فانا بدي انشئ يا ملف بي او تي يا ملف بي او. لما جانا ملف البي او انا ممكن انشئ منه، انشئ من ملف البي او ملف عربي. تمام؟ عشان هيك احنا عملنا ملف هذا. هنعمل ملف نسخة ثانية، اتفقنا احنا البي او تي ملف واحد، لكن البي او أكثر من ملف، كل لغة لها ملفها، هالوقت اللغة الإنجليزية صار لها ملف بي او. طيب أنا ليش نعمل من البي او الإنجليزي واحد عربي؟ ما نعمل بي او ثاني. يعني اكستراكت سورسز؟ يعني ما عشان مش بدل ما كل مرة نعمل اكستراكت سورسز، تمام؟ خلص أنا بصير أبني على ملف موجود، أفضل. تمام؟ يعني عشان ما نضطرش، هو ممكن زي ما أنت حكيت أعمل نفس الخطوة بتاعت قبل شوية، بس أخلي إيش الترجمة؟ عربي. تمام؟ بس أنا ممكن ايش بدل ما اعملها بالطريقه هذه، لا ممكن انا افتح ملف بي او جاهز واستخدمه للعربي. تمام؟ اكيد حنحطه على اللانجوج مش مبين، ليش مش مبين؟ لانه هنا في ايش؟ في الاوبشن بيعرض لي فقط ملفات مين؟ البي او تي، انا بقول له اعرض لي ملف البي او. هي ملف اللي انا مبين. هنختاره. ايش بقول لي؟ ايش اللغه تاعت الترجمه؟ هقول له عربي. فاختار ايش؟ العربيه. العربية الأرابيك هاي. طبعا الأرابيك لو اخترت مع الدولة يبقى أنا في الوورد بريس لما بدي أكون مختار اللغة بدي أكون إيش؟ مختار مثلا عربية مثلا السعودية. الوقت لأنه إحنا مستخدمين عربية فقط يبقى هناك إيش بدنا نختار؟ بس عربية. هي أرابيك لحال. هنحكي له أوكي. لكن لاحظوا أنا مش محتاج أعمل قصة اكستراكت فروم سورس، على طول إيش جاب لي؟ جاب لي نفس الكلمات بس ايش كل ما علي هالوقت؟ تحت الجزئيه اللي في جزئيه الترانسليشن بدي اكتب الترجمه، مثلا باك تو توب حكتب له ايش؟ العوده للاعلى. طبعا لاحظوا انه في عندي على اليمين هذا البرنامج بيجيب لي ترجمه جاهزه من الانترنت. تمام؟ بحيث انه طبعا بيسهل علي مثلا انتقل الى اعلى، عوده الى الاعلى، الرجوع الى الاعلى، فانا ممكن استخدم الكلمات الجاهزه مثلا بدل ما انا اكتب. طبعا هو عشان فري بيعطيني لعند 10 مرات، بعد هيك بصير ايش؟ لازم اكون محول لنسخه البرو عشان ايش؟ يعطيني ترجمات اكثر. سبسكرايب مثلا اشترك. ساين اب حختار مثلا التسجيل. لاحظوا يعني ايش؟ مثلا جهزت كل كلمه ترجمتها. تمام؟ هنعمل سيف. ايش حيعمل السيف؟ ايش بيعمل؟ ده اقول له خزن لي ملف، هخزنه برضه وين؟ في مجلد اللانجوج، هو يعطيني الاسم تلقائي ar.po لانه اخذ كود اللغه حسب اللغه اللي انا اخترتها. تمام؟ فمش حنغير في تسميه الملف. مجرد ما نعمل سيف هيخزن ملف البي او وحينشئ منه نسخه الام او. يعني هنلاقي في المجلد تبعنا ايش؟ هيو ar.mo ar.po. والانجلش نفس الفكره. الوقت طالما صار انا عندي ملف اللغه جاهز وانا رابط التكست دومين صح، تمام، في الفانكشنز وانا مستخدم الفانكشنز تاعت الترجمه ومحدد التكست دومين تبعها صح الوقت، والموقع حاليا معروض باللغه العربيه، يبقى يفترض لما اجي اعمل ريفرش ايش يصير؟ تظهر الكلمات بالعربي. تمام؟ وهيك انا فعليا
بخلي الثيم تبع ايش؟ انترناشونلايز انه قابل انه ينعرض باي لغه من اللغات، يعني بصير بس وظيفه الشخص اللي هيستخدم الثيم انه ينشئ ملف الترجمه. تمام؟ يعني احنا فعليا انا كثيم ديفلوبر ممكن اكون مجهز له اكم من ملف، لكن هو ممكن يجي واحد من اليابان بده يستخدم الثيم، هل انا حكون مترجم له اليابانيه؟ لا، هو حيلاقي ملف الترجمه البي او مثلا تبع الانجليش او البي او تي فايل، وحينشئ منه هو ملف الترجمه الخاص باللغه اليابانيه. فانا ككود جاهز، انا مستخدم كلمه الفانكشن تبع الترجمه لكلمه سبسكرايب، فهو راح انشا ملف ترجمه باللغه اليابانيه واستخدم اللغه اليابانيه اوتوماتيك، ايش حتظهر الكلمه بدون ما يعدل على الكود تبعي، بدون ما يعدل برمجيا. وهذا الصح لما نيجي نشتغل اي ثيم، انه احنا نشتغل بهذه الطريقه. تمام. الوقت ايش ترجم؟ فقط الكلمات. لا هذه لا هذه صفحات اللي هي لو كنا مفعلين البوليلان صحيح هاتوا نفعلها. هنروح الوقت على البلاجنز، ما هي البلاجنز نفس فكرتها. يعني لو رحنا على وين الاعدادات؟ وين الاضافات؟ احنا كنا مفعلين بوليلانج ووقفناها مؤقتا، حنرجع نفعلها. بوليلانج طبعا التفعيل مش حضطر اعمل ادخل على الاعدادات مره ثانيه، لانه خلاص هو التفعيل بضل محافظ على الاعدادات القديمه، مش محتاج ادخل على الاعدادات مره ثانيه. الوقت حنعمل ريفرش. الوقت عاد ندخل قصة ايش انه هذا المنيو مرتبطه باي، اكيد هذا ايش ما جاب ليش المنيو، جاب لي مين؟ جاب لي الصفحات. الوقت ليش بجيب لي الصفحات فوق؟ لما ايش اكون انا مش رابط المنيو تبعتي باللوكيشن تبعها، فاوتوماتيك حيروح يجيب لي الصفحات. فلما تطلع لكم مشكله زي هيك على طول بتروحوا وين؟ على القوائم اللي هي في المظهر، على القوائم، وتصيروا تحكوا انه مثلا هذه القائمه الرئيسيه حتظهر في اللوكيشن تبع الانجليش وفي اللوكيشن تبع العربي، على فرض انه انا عندي نسخه واحده بس. في الفوتر كمان وفي الفوتر. حفظ القائمه. هنعمل ريفرش. تمام. اكيد احنا فعليا في النسخه الانجليش، شايفين كلمه سبسكرايب انجليزيه. تمام؟ لما اضغط على العربي عشان يتحول الموقع عندي للعربي، ظهرت الكلمات ايش؟ بالعربي. يعني فعليا البلجنز تاعت الترجمه خلص، انا الثيم تبعي سواء استخدم بلجنز الترجمه او ما استخدمهاش جاهز للقصه هذه. تمام؟ صحيح، هو حيعطيك هنا قد ايش في كلمات قابله للترجمه بناء على الثيم تبعك، وهنا حتتم ترجمتها. في الوضع الطبيعي انا كديفلوبر وورد بريس مش وظيفتي انشئ ملفات الترجمه، انا وظيفتي اني استخدم الكود هذا انه يكون عندي كلمات قابله للترجمه. تمام؟ مين حيترجم؟ اللي حيستخدم الثيم. تمام؟ لانه ممكن يكون واحد ياباني، احنا ما بنعرف نحكيش باللغه اليابانيه، كيف بدك تترجم الى اللغه اليابانيه مثلا او اللغه الصينيه او اي لغه ثانيه. تمام؟ بس اهم شغله انه انا اكون جوا الثيم، بدل ما اكون كاتب كلمه سبسكرايب كده، هذه الكلمة غير قابلة للترجمة، حتى لو حول الموقع عربي وانجليزي وياباني. ليش؟ أهم شيء نستخدم الفانكشنز تاعت الترجمة، تمام؟ لأنه هيك سبسكرايب أنا مترجمها في الملف اللغة، بس هيك الوورد بريس مش حيفهمها، يعني عيني بالعربي ريفرش هتطلع زي ما أنا كاتبها. ليش؟ أنا كاتبها هارد كود، أنا كاتبها هيك في الملف، يعني زي كود الـ HTML. تمام؟ لكن انا عشان اميزها انه هذه كلمه ممكن تترجم، حكينا لازم نمررها لمين؟ للفانكشنز تاعت الترجمه. هو ممكن ما نعملش بالمره، حتى ما تنشئ، ممكن ما تنشئش حتى ملف البي او تي ولا البي او، لانه لاحظوا هو انا تو انا اللي انشاناه، يعني اي حدا بيقدر يستخدم ينشئه. تمام؟ بس انت اهم شيء في السورس كود نستخدم هذول الفانكشنز. بده ينشئ من ملف بي او تي، يفترض على ملف بي او تي نفس لغه الموقع، اساس انه اي واحد يجي يعمل صحيح. البيز غالبا احنا حنستخدم الانجليش دائما لانه هو اسهل في الكتابه، يعني مثلا بدناش نعتبر، ممكن نعتبر اللغه العربيه الاساس، يعني بحكي مثلا هنا مثلا اشترك، هيك معناته صارت اللغه الاساسيه هي العربي.
وبالتالي بدي انشئ ترجمه للانجلش. تمام، وهيك انا مش محتاج انشئ ترجمه للعربي لانه انا حطيت في الفانكشن كلمه عربيه فصارت هي الاساس، لكن المتداول ايش؟ الانجلش، لانه لغه عالميه وبالتالي اي حدا ممكن يفهمها. لكن اكون كاتب عربي ويجي ياباني بدي ترجم من العربي للياباني لسه بيحول في النص بيحط انجلش بعدين يرجع الترجمة. تمام، فالمتعارف عليه انه نستخدم الكلمات بالانجلش مش بالعربي. يعني انا هلا لو كان كلاينت قال لي بدي موقع بلغتين اقول له الترجمة حقها؟ انت حتجهزي له موضوع الترجمه، بس الترجمه النصيه دي بتصير بالاتفاق. اذا انت والله فاهمه قادره تترجمي له مثلا للغه فرنسيه ترجمي له، انت حتترجم فرنسي مثلا او اسباني، في مثلا كلاينتس من اسبانيا، لكن انا بقول له انا اكيد انتم مش هتقولوا نزل البرنامج هذا لانه مش ممكن ما يفهمش يستخدمه، فايش البديل؟ بتنزلوا البلجن بتاعت اللوكو ترانسليت اللي احنا استخدمناها. موجوده ولا راحت؟ افترض انه موجوده. لوكو ترانسليت حكينا، اكيد هذه اللوكو ترانسليت موجوده اعتقد، ولا انا حذفتها؟ مش موجوده، بننزلها. الوقت كبديل لهذا البرنامج، هذا البرنامج لاحظوا بينزل عندي انا كديفلوبر، بس لو انا بدي اخلي الكلاينت نفسه اقول له تفضل انا مجهز لك الترجمه بس عليك انك تترجم الكلمات، مش هتقولوا روح نزل ملف اللغه وترجمه باستخدام هذا البرنامج وارجع ارفعه ثاني ومش هيفهم. تمام، عشان هيك في عندنا بلجن بديله لهذا البرنامج اللي هي اسمها لوكو ترانسليت واستخدمناها صح؟ انا بس ننزلها ثاني لوكو ترانسليت. اي داونلود عشان او ممكن حتى اي حجم صغير ممكن نعمل اكتيفيشن هنا بشكل سريع، نحكي له اد. تمام، ونيجي نحكي وهنا نبحث على كلمة لوكو ترانسليت. هي هذه نحكي له التنصيب. هذا البلاجين بديله لبرنامج البي او اديت اللي انا تو استخدمته. يعني انا ممكن استخدمه عشان انشئ ملفات البي او تي، او حتى لو الملف البي او تي موجود استخدمه عشان ايش؟ انشئ لغات جديده، ترجمه للغات جديده. تمام، هي صار منصه خلينا نفعلها. تمام، وحروح على هاي اللوكو ترانسليت، حروح على جزئيه الثيمز حنلاقي الثيم تبعنا موجود اللي هو الماي ثيم. حندخل على الماي ثيم تبعنا، ايش كاتب لي؟ انه اللغة العربية مترجمة 100%، ليش؟ انا في عندي ثلاث كلمات وترجمتهم، ملف الانجليش وملف البي او تبع الايران كاتب لي انه مش مترجم، وفعليا ملف الانجليش ملزمنيش. تمام؟ طيب خلينا نرجع نشتغل بطريقة انه ايش؟ انه انا فعليا فيش عندي ملفات ترجمة، يعني كأنه مجرد اللانجوج يسمع له فاضي، احذف ايش؟ احذف الملفات هذه. على فرض انه انا بدي استخدم هذا البرنامج بدل برنامج البي او اديت. تمام؟ خلينا نحذف الملفات. طبعا لاني حذفتهم الوقت الموقع اللي كان ينعرض هنا الكلمات بالعربي ايش حتصير؟ حترجع انجلش طبيعيه لانه فيش عندها فيش ترجمه لها، فيش ملفات للترجمه. حنستخدم هذه البلجن بتاعت اللوكو ترانسليت. طبعا حندخل نعمل ريفرش حيقول لي ايش؟ فاضي. طيب ايش بيقول لي؟ نو ترانزليشن فاضي. حكيت ايش بحكي له؟ نيو لانجويج هذه بدي ابنيها بناء على ملف البي او تي. انا فيش عندي ملف البي او تي، فايش بدي احكي له؟ يعني انا ممكن استخدم هذا البلجن عشان هي تنشئ لي ملف البي او تي اللي هو فعليا الملف اللي انا بدي اياه. فنحكي له كرييت تمبليت. ايش؟ قال لي هي يخزنهم او هكذا، بس بيعطي كونفرميشن كرييت تمبليت. قال لي حيتخزن وين؟ في المسار هذا. بوريكم المسار ثيمز ماي ثيم لانجويجز، فعليا هذا المسار تبعنا، وهيكون اسم الملف هي ماي ثيم دوت بي او تي. البي او تي لانه مش مختص بلغه معينه، مش حيكون اسمه اي ار دوت بي او تي ولا حيكون اسمه اي ان دوت بي او تي، هو عباره عن ملف واحد اللي هو القالب الاساسي، عشان هيك عاده بيكون اسمه زي اسم الثيم، فاسمه ايش؟ ماي ثيم دوت بي او تي. فنحكي له ايش هنا؟ كرييت تمبلت. هذا فعليا كرييت تمبلت هي فعليا قصه انه قاعد يقرا السورس كود تبعي ويجيب الكلمات اللي قابله للترجمه، اللي هي الخطوه اللي احنا عملناها وين في البرنامج تبع البي او تي اللي اسمه اكستراكت فروم سورسز، هي هذه الخطوه بتاعت ايش؟ الكرييت تمبلت. هي الثلاث اللي هي ساين اب. تمام،
الوقت هو انشا البي او تي. عشان هيك لاحظوا ايش بدل ما كان عندي كلمه كرييت تمبليت ايش كتب لي؟ هيدا التمبليت. طيب لو حكينا نيو لانجويج عم نضيف ترجمه، اكيد احنا الانجليش اصلا كاتبينه بالانجليش، فمش حننشئ ترجمه لمين؟ للانجليش، حننشئ ترجمه فقط للعربي، فحنكتبه نيو لانجويج وحنختار اللغه اللي هي ايش؟ العربيه. الوقت وين حتتخزن؟ يفترض تتخزن في المسار هذا. لو احنا افترضنا حيكون جوا اللانجوجز واسم الملف هو اسم اللغه دوت بي او. الاماكن الثانيه هذه اماكن عامه، عشان هيك كان ليش لما يخزنها بحط اسم الثيم في الاول بعدين اللغه بعدين البي او. هذا وين بيخزن فعليا؟ في مجلد اسمه لانجوجز بيكون موجود في مجلد الدبليو بي كونتنت. تمام؟ في الدبليو بي كونتنت من هنا. في عندي مجلد اصلا اسمه لانجوجز هيو. هذا مستخدم لملفات الوورد بريس او الملفات العامه. تمام؟ او انا ممكن احط ملف الثيم تبعي في هذا المجلد، بس الصح احنا نحتفظ بمجلد بملف اللغه في مجلد الثيم تبعنا نفسه، مش مجلد اللانجوجز العام هذا. عشان هيك مش هنستخدم هذا المجلد، فالمكان الصح اللي هو الاوبشن الاول. اللي هو هيك ايش حيكون عباره عن ايش؟ بنفس مجلد اللانجوجز تبع الثيم تبعي. طيب حنحكي له ستارت ترانزليتنج. الوقت انشا لي ملف البي او. نفس الفكره. جاب لي الكلمات القابله للترجمه. طب باك تو توب عرفناها. وهذه عرفنا ولا والساين اب ومين كمان؟ وين سبسكرايب؟ اه سبسكرايب ليش ما جاتش سبسكرايب؟ لانه شلنا من عندها الترجمه عشان هيك ما ترجمتش. انا عاملها عدلتها بس انا عامل سيف ليش ما اخذتهاش؟ لاني ايش مسوي؟ مش محدد التكست دومين تبعها. تمام؟ فهو ما اخذهاش لانه مش عارف انه هتنحط في نفس التكست دومين، هو اعتبرها تاعت الوورد بريس فما اخذهاش. تمام؟ فضروري دائما ايش نحدد هنا؟ التكست دومين اللي احنا سميناه ماي ثيم. طبعا قلت لو عملت ريفرش حتبين ماي اللي هي سبسكرايب. لا خلاص هو انشا الملف وخلص، انشا التمبلت وخلص. طب اي تعديلات بعملها اني بضيف كلمات جديده كيف بنعملها؟ عندي حاحكي لكم. طب خلينا نترجم الكلمات هذه معناته مثلا ساين اب اصير مكانها اشترك او التسجيل ماي ثيم. من وين جاب ماي ثيم؟ عارفين من وين؟ من ملف الستايل تبعنا. طبعا مش مستخدم فيه الوقت في اماكن بالنسبه للوورد بريس هو عارف انه حتيجي هنا وراها كلمه الترجمه، هو عارف انه في الستايل ملف الستايل دوت سي اس اس. تمام؟ في عندي دائما بعد كلمه الثيم نيم بيجي اسم الثيم، وهذا الاسم قابل للترجمه عشان هيك هو جابه من هنا. تمام؟ بدون ما استخدم الفانكشن، طبعا ما ينفعش استخدم الفانكشن اصلا مش ملف بي اتش بي. تمام؟ لكن هذا البلجن عامل انه تجيب لي هي تعمل اكستراكت للاسم من هذا الملف. تمام؟ الاوثر محمد صفدي نفس الشيء جابها من وين؟ جابها من ايش؟ من وراء جزئيه الاوثر. طب جوجل دوت كوم من وين جابها؟ من الثيم يو ار اي ومن الاوثر يو ار اي. طبعا عشان نفس الرابط فهو ايش جابها مره واحده، يعني لو الكلمه تكررت هو بيجيبها مره واحده فقط. تمام؟ طب ليش ما جابش الديسكربشن معهم والتاكس؟ بيكون هو مش برمج نفسه للموضوع هذا، يعني هو اللي عامل البلجن مش عامل انه ياخذ الجزء اللي بيجي بعد كلمه ديسكربشن. تمام؟ طيب باك تو توب مثلا الرجوع لاعلى. طيب نعمل حفظ، انا مثلا هذول هم اللي حيبينوا فين في الثيم، فبنعمل سيف. السيف هذه حتنشئ لي ملف مين؟ الدوت ام او. حكينا اذا البي او بنشئه من البي او تي، والام او بنشئه من ملف البي او. هالوقت لو رجعنا عملنا ريفرش للموقع الترجمة كلمة التسجيل هيها والترجمة تحت الرجوع لأعلى. طبعا السبسكرايب أنا حاططها في فانكشن ترجمة بس فعليا ما انعملش لها ترجمة لأنه مش موجودة في ملف اللغة. طب أنا ضفتها جديد يبقى لازم أحدث ملف اللغة. طب لو حدثنا ملف اللغة هل الترجمة اللي أنا كنت مترجمها قبل هيك هتروح؟ لو أنا مثلا افترض أن ملف اللغة فيه 1000 كلمة وأنا ترجمتهم ورحت ضفت كلمتين جداد، فلما انشئ ملف جديد ايش حيصير في القديم؟ تمام؟ احنا بدنا نعمل طريقه انه يعمل لي ابند ما يعملش كرييت من اول وجديد، لو عمل لي كرييت من اول وجديد معناته ايش صار؟ بدي اعيد الترجمه من اول وجديد.
طب كيف نعمل الخطوه هذه؟ خلينا نستخدم البلجن لانه هي اسهل. الطريقه هذه برضه متاحه من خلال هذا البرنامج. بس خلص هذه البلجن اسهل لما نشتغل اونلاين. تمام؟ بنروح على نرجع لايش؟ لجزئيه نضغط على الثيم تبعنا نفسه اللي بفرجيني طبعا اللغات اللي تم ترجمتها. طبعا هي بيعطيني نسبه هيك ببين هل انا الملف مترجم بشكل كامل او لا، او في عندي كلمات لسه مش مترجمه. طيب الوقت في عندي هنا شايفين كلمه edit template، واتفقنا التمبليت فعليا هو اللي بيحتوي على الكلمات اللي انا ممكن استخدمها. فبروح على كلمه edit template، في التمبليت حيجيب لي ايش المحتوى الحالي تبع القالب وهي الكلمات هدول. طبعا هنا بترجمش، هنا بس بيعرض لي الكلمات. طبعا سبسكرايب مش موجوده، فبدي اقول له ايش انا؟ هضيف لي اياها. كيف بضيف لي اياها؟ بقول بضغط له على زر سينك، شايفينها؟ سينك ايش بتعمل؟ بتروح تفحص الملفات تبعت الثيم من اول وجديد، وايش في كلمات جديده انا ضفتها حتجيبها. لو ضغطنا سينك هاي جاب لي كلمه سبسكرايب هاي. تمام؟ هنعمل سيف. طيب ضفنا الملف على التمبليت، بس فعليا انا لسه ما ضفتوش على ملف البي او، عشان هيك لو رجعنا مره ثانيه على ماي ثيم اللي هو فيه اللغات، ورحنا دخلنا على العربيه اعمل لها ايديت، السبسكرايب برضه لسه مش مبينه. كيف بدي اجيبها؟ الوقت بدي افهم بدي اقول للبلجن جيب لي اياها من القالب. كيف اقول له جيب اياها من القالب؟ نضغط على زر السينك هذا، هذا السينك بيحدث ملف البي او من ملف البي او تي. اذا السينك اللي في التمبليت بتحدث من الكود نفسه، السينك اللي في ملف البي او بتحدث من مين؟ من ملف البي او تي. يعني انا لازم اخطوه، لازم اول خطوه احدث ملف البي او تي، بعدين اجي احدث ملف البي او. هجيب نضغط سينك هنا، تمام؟ هاي اجت كلمه مين؟ سبسكرايب. اجت صرت انا قادر اترجمها. اشترك، نعمل سيف عشان ينشئ ملف العم اول جديد. هجيت اورجع هنا على الموقع، هنعمل ريفرش ريفرش الترجمة. تمام؟ بالطريقة هذه أنا بستخدم الفانكشنز تبعت الترجمة. طيب إيش فانكشنز الترجمة؟ خليني أدخلكم على الريفرنس أفرجيكم. إحنا شفنا تنتين، هي دبل أندرسكور وأندرسكور إي، في غيرهم؟ في غيرهم. خليني أفرجيكم إياهم ونشوف إيش استخداماتهم. developer.wordpress.org. نروح على جزئيه الثيم، في الثيم فانكشناليتي حنلاقي حاجه اسمها الانترناشوناليزيشن، وحفرجيكم هنا ليست في الفانكشنز اللي احنا استخدمناهم في مكان ثواني. اعتقد في اللي بعده في ليست اوضح لكل الفانكشنز مش حاطينها. هذا الكلام اللي بيشرح لنا هذا المقال بيشرح نفس البرنامج احنا استخدمناه. تمام؟ انا بس بدي اعرض لكم الفانكشنز بتاعت الترجمه مش حاطينها بالشكل اللي كنا فيها. هذول هم بس في غيرهم. كان في صفحه عامله لي لسته فيهم كلهم. طيب احنا شفنا دبل اندرسكور، تمام؟ صح؟ شفنا انه هذه طبعا بدون ما احدد التكست دومين، وهذا لما احدد التكست دومين، تمام؟ طبعا هو بصدف انه كاتبها ماي ثيم زي ما احنا استخدمناها، بس هذا التكست دومين تبع كل ثيم حيكون مختلف عن الثاني، يعني ماي ثيم مش ثابت، تمام؟ وهذا شفناه، حكينا الفرق هذا انه هذه بترجع القيمه، وهذا ايش بتعمل؟ طباعه. طيب في عندي اندرسكور ان، في اندرسكور ان ايش بتعني؟ بتعني لو انا الوقت انا عندي الترجمه زي قصه لديك تعليق، لديك تعليقان، لديك ثلاثه تعليقات. اذا لما يختلف النص او الرقم بيختلف الكلمه، مثلا تعليق تعليقان ثلاث تعليقات، تمام؟ فهنا الان هذه بتستخدم في ترجمه المجاميع. يعني انا الترجمه بتعتمد على رقم، بناء على الرقم بدي اظهر ترجمه بتختلف عن الثانيه. لما يكون رقم واحد فبدي اعرض كلمه مثلا لديك تعليق واحد، لما يكون الرقم اثنين مثلا بدي اكتب له لديك تعليقان، لما يكون رقم ثلاثه بدي اكتب له مثلا لديك ثلاثه تعليقات وهكذا. فهذه الان تستخدم لهذا الهدف. عشان تلاحظوا مثلا one post هذه طريقه استخدامها. طبعا ايش الفرق؟ انه بحط الكلمه نفسها
وبحط هنا ايش؟ اللي هي هدف وهذا الكاونت هو هذه الكلمة هتترجم نفسها percentage as اللي هو عبارة عن المتغير تمام يعني مكان percentage هيطلع مثلا في عندي ممكن يكون رقم تمام هذه فعليا الرقم هذه في حالة السنجل وهذه في حالة الجمع يعني النص هذا حيظهر لو كان ايش الرقم مفرد يعني الفاريبل كاونت شايفين الفاريبل كاونت هذا رقم حيكون في قلبه تمام لو كان الرقم واحد حيطبع كلمة one post لو كان الرقم غير هيك حيطبع ايش percentage as post ايش في البرسنتج as احنا بنكون بعتين له اياها تمام مش الكاونت نفسه دير بالكم مش الكاونت نفسه احنا هنكون بعتينها تمام نفس الكلام هنا طبعا ايش الفرق بين هذه واللي تحت هذه محدد فيها مين التكست دومين تمام فلازم نستخدم التكست دومين حقيقة نجرب الطريقه هذه بس انا في فانكشنز ثانيه في لسته كانت مش عارف وين ودوها كان في هاي هم انا بدور عليهم هاي اللسته فعليا احنا بدنا اياها دبل اندرسكور وتقابلها اندرسكور اي تمام طب اندرسكور اكس ايش بتعني هيا ندخل عليها اكيد ايش الفرق بين اندرسكور اكس الاكس هذا المقصود فيها مصطلح كلمه كونتكست ايش يعني كونتكست هالوقت انا في مثلا عندي كلمه غير تاكست مثلا هي مقصود بالكونتكست سياق بس عشان اوضحها لكم في مثال في عندي مثلا كلمه في كلمة راحت عن بالي لا اوكي لا كانسل لا في كلمات لها اكثر من معنى الترجمة بتاعتها هتختلف حسب السياق تبعها يعني زي ما اعطوني مثال كلمة لها اكثر من معنى نسيت راحت عن بالي في اسماء كثير راحت جيبوا لي كلمة بسرعة كلمة بالانجليزي لها اكثر من معنى حسب مكانها بختلف معناها سمارت مثلا بس لا في شيء ثاني المهم هي الفكرة وين في هذه الفانكشن لما نستخدمها هي ايش بتاخذ النص اللي انا بدي اترجمه وبحط له هنا في الكونتكست بحط له ايش المقصود بهذه الكلمة عشان لما يجي يترجم الشخص يفهم انا ايش قصدي بالكلمة هذه يعني الكونتكست هنا مش الهدف انه انا حترجمه لا عبارة عن زي هنت حيظهر للشخص اللي بيترجم انه انا قاصد بالكلمة هذه الشغلة هذه فلما يجي يترجم حيترجم بناء على السياق تبع الكلمة تمام هذا المقصود بالكونتكست طبعا بتاخذ برضه من موضوع الدومين خلينا نجرب الاكس ونجرب الان في المثال تبعنا فلو رجعنا مثلا على كلمة sign up لها أكثر من معنى لا كلمة back مثلا كلمة back ممكن مقصود فيها الظهر ممكن مقصود فيها الرجوع تمام ممكن مقصود فيها الخلف كلمة back نفسها لها أكثر من معنى وبناء على وين بدي أستخدمها حيختلف ترجمتها فأنا خلينا نروح مثلا على ملف في الفوتر بدي أستخدم غير هذه بدي أحط واحدة تحتيها مثلا هنحطها في باراجراف او باراجراف باراجراف بظبطش في باراجراف لحالها تمام ونيجي نحكي له بي اتش بي ايكو الاندرسكور اكس هي مقصود هنا حعمل ترجمه بس حعمل ترجمه حسب السياق الوقت ايش مثلا بدي اترجم كلمه باك ايش السياق تبعها انا قصدي مثلا human back فانا ايش بحط له هنا؟ بحط له زي هنت انا بقصد بكلمة back هان اللي هو مثلا ظهر الانسان مثلا تمام؟ وهنا بنحط له التكست دومين تبعنا اللي هو مين؟ my theme طبعا my theme كلها غلط my
لو اخذنا واحدة نفسها كررناها تحت باك، بس مقصود فيها هنا ايش؟ جو تو باك، مثلا جو باك الهم السياق. الوقت فعليا هذه الباك نفس الكلمة، لكن فعليا حسب السياق بدها تترجم بشكل مختلف. عشان كده الباك هذه حتظهر عندي في ملف الترجمة مرتين، مرة حترجمها بالسياق هذا ومرة حترجمها بالسياق هذا. هاي المقصود بالكونتكست. هاي لما انا حطيت السياق، مش انا حطيتها هنا، انا حكيت انا مقصود فيها اللي هيومن باك، حتبين انا هيك افرجيكم اياها. بس خلينا نكمل مثال ثاني لموضوع العدد. هروح مثلا اعمل له باراجراف جديده، خلينا نجرب موضوع العدد عشان ايش نحط الثلاث امثله او نعمل ملف البي او تي مره واحده. هنستخدم الفانكشن بتاعت العدد اللي هي ايش؟ الاندر سكور ان، بي اتش بي اندر سكور ان. في الاندر سكور ان اول بارامتر هو عباره عن ايش؟ النص في حاله السنجل اللي هو العدد واحد، مثلا نحكي كلمه 1 بوست. في حاله انه انا عندي اكثر من بوست ايش هحكي له هنا؟ مثلا بدي اكتب له بحط له الرقم وبعدين كلمه البوست. فالرقم متغير، ممكن يكون 5، ممكن يكون 7، ممكن يكون 8، عشان هيك بحط مكانه ايش؟ برسنتج اس او برسنتج دي. ليش حطيت هيك؟ لانه الرقم متغير مش ثابت، ممكن اكتب له 5 بوست، ممكن اكتب له 10 بوست، فهو مش ثابت في الترجمه صح؟ لكن الجزء الثابت هي كلمه بوست، هذه كلمه ثابته في الترجمه. طب البارامتر اللي بعده الرقم نفسه، حكينا انت بدي ابعت له 1، فيفترض ان انت بعت له 1 هيستخدم اي وحده فيه؟ هيستخدم ال 1. طب طبعا اخر بارامتر هو مين؟ الدومين اللي هو ماي في. انا مثبت له اياها الوقت، حكيت حنغير، حصير نحط 1 2 ونشوف ايش النتيجه. طب هالوقت ثلاث كلمات جداد، يبقى لازم نعمل سينك لمين؟ ملف البي او تي. طب نرجع على مين؟ ملف على البلجن، هنروح على الثيم ونعمل ايديت للتمبليت نفسه عشان ياخد الكلمات الجديده. هنقول له طبعا ايش؟ سينك. جاب لي اياهم، شايفين كلمه باك؟ باك هيومن باك، شايفين ظهرت مرتين، كل مره وجنبها السياق اللي انا كتبته، عشان لما يجي يترجم الشخص هيفهم ايش يترجم. هاي المقصود بالسياق. فصار فعليا كلمة باك مش كلمة واحدة، هي فعليا كلمتين ولو انهم بنفس الحرف. لكن لو ما كنتش بستخدم موضوع السياق كلمة باك حتبين مرة واحدة، وين حتستخدم؟ حتستخدم. فهيك عشان هيك احنا مرات بنستخدم موضوع السياق عشان اميز بين نفس الكلمات. وهي كلمة وان بوست ظهرت، وهنشوف كيف حتترجم. لاحظوا وان بوست لما ضغطت عليها تحت ايش كتب لي؟ في السنجل وان بوست، في البلولر اللي انا حطيتها. طبعا هنعمل سيف عشان ينشئ ملف البي او تي، وهروح على ملف الترجمه اللي هو العربي. هنرجع مره ثانيه على الماي ثيم، وعلى العربي هنعمل ايش؟ اديت. هنعمل سينك عشان يجيب لي اياه من ملف البي او تي. جاب لي اياه. خلينا نترجم كلمه باك، هذه المقصود فيها هيومن باك، مثلا نكتب الظهر، الظهر او الظهر. لكن كلمة باك الثانية اللي هو جو تو باك رجوع، فلاحظوا الكلمة أو نفس الكلمة ترجمت بطريقتين حسب السياق تبعها. نيجي لموضوع مين؟ الوان بوست اللي استخدمناها، هي الوان بوست. في الوان بوست لاحظوا في الترجمة يعطاني ايش؟ الخيارات 0 1 2 few many other. فيعني بهمني في جزئية الوان، خلينا نجرب الزيرو. في الزيرو مثلا لا يوجد مثلا فيش بوست يعني صح؟ ممكن اكتب له في الترجمه لا يوجد مثلا منشورات. في حاله ال1 ايش حتكون الترجمه؟ منشور واحد. ال2 منشوران مثلا، هنترجمها. في الفيو مقصود فيها الاقل من كذا، فهذا ممكن ايش نحط فيها؟ برسنتج دي. الوقت لما يكون عندي رقم بدي اعرضه هنستخدم مين؟ نفس البليس هولدر اللي حاطط لي هنا برسنتج دي، يبقى لازم استخدم في الترجمه برسنتج دي. تمام؟ مثلا منشور بعد برسنتج دي في المسافه منشور، هذه نفسها هحطها في الماني وهحطها في الاذر. يعني خلص بعد هيك كلهم هيستخدموا نفس الصيغه اللي هو الرقم وكلمه منشور مثلا. عملنا الترجمه، خلينا نعمل ايش؟ سيف عشان ينشئ الترجمه.
ونشوف الناتج تبع العملية هذه. طبعا الكلام كله تحت حيبين. ريفرش، انزل تحت، الظاهر رجوع. طبعا انا عشان يطبعهم اكثر من مرة، مش انا هنا طابعهم، انا ايش عامل هنا؟ طابع مرة هنا وطابع مرة تحت، فطبيعي حيطبع اكثر من مرة. انا وين بطبعهم حيبينوا، وين بطبع الكلمة حتبين. طب ما هي الطريقة هذه. حكيت لو انا ما حطيتش هذه هيك ما ينفعش استخدم الاكس. اول حاجة بدنا نرجع لمين؟ للاندرس العادية. هذه صارت كلمة ثالثة. حكيت لو هذه مش هتترجم. تمام، احنا فاهم، احنا للتوضيح حطيناهم كلهم في نفس الصفحة للتوضيح. تمام، هو فعليا هذه حتكون في صفحه وهذه حتكون في صفحه ثانيه، مفيش مشكله، بس انا للتوضيح عشان قاعدين نوضح الفكره حطيناهم كلهم ورا بعض الاكواد. بس هو فعليا مش هنكتبهم زي هيك، انه كل كلمه هنكتبها في المكان الخاص فيها. تمام، طبعا ليش ما بينتش الجمع؟ لانه هذه انا ما عملتش لها ايكو، الاندر سكور انا ما بينتش تو هنا في الناتج. ليش مش عامل لها ايكو؟ طيب ايش كتب لي تحت؟ منشور واحد، لانه انا بعت له فعليا رقم واحد. هكذا مش محتاج اعمل اي تعديل في ملف اللغه، هنا بس اغير في الارقام. لو انا كنت بعت له مثلا اثنين ايش حيطبع لي؟ منشوران، اللي هو انا ترجمت كلمه منشوران حسب الترجمه. هاي فصار ياخذ بناء على رقم يجيب لي الترجمه. حطينا له ثلاثه ايش كتب لي؟ برسنتج دي منشور. ليش برسنتج دي؟ لان انا حاطط في انا حاطط كلمه الترجمه برسنتج دي منشور، انا حاططها هيك صح. يبقى انا يفترض هذه الفانكشن، هذه الكلمه امررها لمين؟ لفانكشن اسمها اس برنت اف، متذكرينها؟ بس الجمله هذه حمررها لاس برنت اف، مش كل الفانكشن. وهذه طبعا في عندي برسنتج دي بدها تاخذ نفس الرقم اللي هو ايش؟ 3. على اساس يستبدل لي الثلاثة، يستبدل لي برسنتج دي بالثلاثة. لا هنا حنحطها غلط مكانها هنا غلط. هنا مكان غلط، مش حتترجم. شوف ايش حيصير؟ هي برا الان لازم نحطها. مش حتترجم. غلط. بس ما خدش الثلاثة. تمام، يعني فعليا ما ترجمتش، هذا يكون برا الان زي هيك. يعني الناتج تبع الترجمه نفسها هو اللي بدي امرره لمين؟ للايش؟ الاس برنت اف، وابعت له ايش؟ الرقم اللي هو 3. هاي الكود بس نوضح فيها كامل. الوقت هذا ايش؟ حيرجع لي نص الترجمة. هذا الكود انا مضلل لكم اياه، ايش بيرجع لي؟ نص الترجمة كامل. حكيت نص الترجمة حيرجع لك ايش؟ برسنتج دي منشور. مظبوط؟ فالوقت انا بدي اقول له برسنتج دي ليش حط لي مكانها؟ ثلاثة. تمام؟ إذا لما يكون أنا في عندي ترجمة فيها بليس هولدر زي برسنتج دي برسنتج اس، لازم امرر الناتج تبع الترجمه لفانكشن زي مين؟ زي البرنت اف او الاس برنت اف. طبعا عشان بعمل ايكو، فبدل ما احكي له ايكو اس برنت اف ممكن اقول له ايش؟ برنت اف على طول، لانه برنت اف بتطبع والاس برنت اف بترجع. فاس فايكو اس برنت اف هي نفس برنت اف. تمام، هاي ريفرش، كتب لي ايش تحت؟ ثلاثة منشور. طبعا هو افترض ثلاثة قبل، بس ليش ما جاتش قبل؟ لأنه عند اتجاه اللغة ليفت تو رايت، صحيح؟ أنا شغال عربي، افترض اتجاه اللغة رايت تو ليفت، بس مين مسؤول عن موضوع الاتجاه هالوقت؟ برضه الثيم. الوقت فين غير الترجمة موضوع إنه الثيم نفسه ينعرض حسب اللغة، اتجاهه يكون حسب اللغة، اللي هي موضوع اللي هي السي اس اس اللي احنا استخدمناها، ملف الار تي ال. يبقى أنا برضه ملف الثيم تبعي إذا بدي أعمل سبورت للغات اللي اتجاهها من اليمين لليسار، اذا بدنا نضيف برضه ملف الار تي ال في الثيم تبعنا.
لانه بنعمل له انكلود بشكل تلقائي. او احنا ممكن نكون عاملين ملف ثاني مش اسمه مش RTL، يبقى انا بدي اعمل له انكلود في الحاله هذه. تمام، خلينا نشوف الخطوه هذه عشان هيك بنكون احنا تقريبا الثيم تبعنا صار جاهز لاي لغه حيتم استخدامها. اكيد احنا بنتكلم RTL فمش مش مقيد بقصه في العربي. RTL ممكن يكون اي لغه اتجاهها من اليمين لليسار، يعني زي اللغه العبريه برضه اتجاهها من اليمين لليسار. طيب غالبا لما نشتغل لقيت احنا جهزنا موضوع الترجمه تمام، فيش عندنا مشكله. طلع لنا موضوع انه نفس الثيم الستايل تبعه يكون قابل برضه اني اريد حسب اللغه المستخدمه، وهيك انا بكون بنيت ثيم لوكالايز بشكل صحيح وانترناشونالايز بشكل صحيح. غير قصه الترجمه للكلمات هذه بده يكون جاهز برضه للغات حسب اتجاهها، هل هي من اليمين لليسار او من اليسار لليمين. طبعا احنا شفنا قبل هيك انه انا بضيف بس ملف اسمه RTL.css وبعمل جزئيه. طب لو انا بدي يكون عندي اكثر من ملف للار تي ال، احنا طبعا لما هذا الثيم بنستخدم ملفين، ملف اسمه اللي هو البوت ستراب وملف البلوج. فيعني لازم انشئ منه نسختين، ملف بلوك ار تي ال وملف بوت ستراب ار تي ال. طبعا احنا شفنا اداء اونلاين اللي هي ايش، اللي هي الار تي ال سي اس اس، موقع الار تي ال سي اس اس، وحكينا هذا الموقع بيساعدني انه شيء يعمل لي كونفيرت لكود السي اس اس للرايت تو ليفت. فاحنا هنستخدمه تمام، هناخذ المحتوى مثلا تبع ملف البلوج كوبي هنحطه هنا، انشئ لي نسخه الار تي ال تبعته هناخذها، وبدي اجي جوا السي اس اس نفسه اعمل نيو فايل هسميه بلوج داش ار تي ال دوت سي اس اس، وهي بيست للكود. فانا قاعد ايش بعمل؟ بعمل نسخه من كل ملف سي اس اس نسخه ايش الار تي ال تبعته. نفس الشيء هروح ملف البوت ستراب هاخذ كل اللي فيه كنترول اي واجي هنا كنترول في جاب لي اياه، هعمل كوبي هننشئ ملف جديد نيو فايل هنسميه برضه بوت ستراب داش ار تي ال دوت، ممكن نحط دوت مين زي ما هو مسميه دوت سي اس اس، هنعمل لصق للكود كلين هاي الكود في سطر واحد جاي مش مشكله. اذا هيك صار انا عندي ملف البلوك ار تي ال وملف البوت ستراب ار تي ال، هدول لازم يتم استدعائهم لما يكون الموقع اتجاهه من اليمين لليسار. مش هو حيستدعيهم، لا قلت لو انا عملت ريفرش هل حيستدعيهم؟ اروح على الموقع هنعمل ريفرش ما استدعاهمش. قلت لو استدعاهم لازم الاقي مثلا كلمه تشترك صارت على اليمين واهلا بالعالم صارت على اليمين، هو ما استدعاهمش. لقيت ملف الار تي ال دو سي اس اس هو كان يستدعيه تلقائي، احنا ما استخدمناهوش. يعني انا مش بالضروره اتقيد ليش هيك ما استخدمتهوش، لانه فعليا انا ممكن يكون عندي 10 ملفات سي اس اس، مش معقول احطهم كلهم في ملف واحد. تمام، فهنا بدنا نشوف طريقه ثانيه. الوقت انا فعليا الملفين هذول محتاج اعملهم انكلود في حال انه الموقع صار اتجاهه من اليمين لليسار. فاحنا شفنا في الفانكشنز احنا وين بنعمل انكلود للملفات هذه، وين بنعملها انكلود متذكرين؟ في الانكوي سكريبت، في الانكوي سكريبت احنا كنا نعمل في الانكوي سكريبت الكود اللي بيعمل ايش؟ هاي هون الكود اللي بيعمل انكوي للستايلات تبعتنا. الوقت احنا كنا نعمل انكلود لملف البوت ستراب ولمين؟ ولملف البلوج. حكيت انا بخليه يعمل لي انكلود لمين؟ للبوت ستراب ار تي ال وللبلوج ار تي ال، بس وقت ايش؟ لما يكون الموقع عربي. يبقى حكيت عشان نعمل شغله زي هيك بدنا نحط هنا زي كونديشنال كود. ايش هذا؟ هذا مين؟ هذا الريجستر، ممكن حتى الريجستر. هنيجي نحكي له زي هيك اف از اندرسكور ار تي ال، هذه الفانكشن في الوورد بريس بترجع لي ترو او فولس، اذا كان الموقع حسب اللغه الحاليه اتجاهه من اليمين لليسار فالاز ار تي ال هذه حترجع لي ترو، وبالتالي معناته انا حعرف انه هنا لازم اعمل انكلود لمين؟ لملفات البوت ستراب ار تي ال وملف البلوج ار تي ال. طبعا ممكن نعمل نفس الفكره نظام ستايل او نظام انكوي، عفوا نظام اللي هو ريجستر او انكوي. انا ممكن ناخذ الانكوي اسرع، هنعمل واحده هنسميها بوت ستراب برضه بوت
طبعا لو بدنا نميزها عن هذيك ممكن نحط ايش مثلا RTL في الاي دي تبعها، لو بدنا نميزها وين ملفها موجود. عم نتكلم عن بوت ستراب، هو اسمه بوت ستراب، عفوا نسمينا الملف بوت ستراب داش RTL دوت MIN دوت CSS. تمام، بيعتمد على حد لك الفيرجن تبعته سبناه هو ميديا اول. هذا ملف البوت ستراب. الملف الثاني هو احنا سميناه بلوج، هو عبارة عن ملف اسمه بلوج داش RTL بدون طبعا دوت ميت، احنا هيك سمينا الملفين. تمام، بيعتمد على مين؟ بيعتمد على هذا بس. خلص انا طالما عامل له انكوي هيك حيجيب لي، لكن انا ممكن اضيفه ايش؟ في الديبندز اون الفيرجن الاول فيش مشكله. قلت هدول فعليا حيعملهم انكلود لما يكون موقع فقط ايش؟ RTL. طبعا عشان ما يعمل هدول طبعا حيعملهم دائما، ليش؟ لانه برا الاف انا بلزمونيش في الار تي ال، فحطهم ايش؟ حطهم في الالس. هدول حيكونوا في طبعا ريجستر مع الانيكوي تبع الفونت مع الانيكوي تبع البلوج صاروا في الالس. طبعا الجافا سكريبت بتكون عاده ما لهاش علاقه باللغه، عشان هيك بحطهاش في موضوع الار تي ال. في الغالب ملفات الجافا سكريبت ما لهاش علاقه باللغه فبتضلها زي ما هي. تمام، بالطريقه هذه طبعا حكيت في الطريقه لو عملنا ريفرش هاي كل الموقع. طبعا في شيء ما تحولش صح، هنحكي سببه ايه. هو فعليا ما تحولش كله صح، يعني هو صار ماشي فيه، صار له اتجاه من اليمين لليسار بس مش بشكل صحيح. طيب هو في شغله لازم نعملها. لا هو هو حول بس في موضوع الدايركشن نفسه. تمام، موضوع الدايركشن نفسه هذا ممكن نعملها في ملف السي اس اس نفسه. انا رحت على ملف البلوك دوت ار تي ال، اجي احكي له فوق في اول ملف او في اي مكان اقول له الاتش تي ام ال دوكيمنت تبعي كله لازم يكون الدايركشن تبعه ار تي ال، اضيفها في ملف البلوك ار تي ال مثلا عشان ابسط. اقول له انا كل الدوكيمنت تبعي لازم يكون اتجاهه اصلا رايت تو ليفت، لانه هو ما ضافليش هذا الاوبشن، ما ضافليش هذا الكود فانا لازم اضيفه. تمام، حيتحول صح. ممكن تحطي في البوت ستراب، بس انا حطيته هنا بلوج عشان ملف صغير وانا قادر اقراه. بوت ستراب احنا كله جاي في سطر واحد، في اي مكان ممكن تحطه. هاي ايش حول الموقع تقريبا بشكل كامل، هاي الرقم اجى ايش في المكان الصح تبعه. تمام، هيك انا صار فعليا انا عندي الثيم انترناشونلايز، اي حدا بده يستخدمه باي لغه قادر يستخدمه. تمام، انا عامل سبورت للار تي ال في نفس الوقت عامل سبورت للكلمات انها تترجم باي لغه من اللغات. تمام، وهذا المقصود بالثيم انترناشونلايز. وين انا بستخدم كلمات لازم نستخدم الفانكشن بتاعت الترجمه، حتى لو كنا في ملف الفانكشنز نفسه. يعني مثلا فوق احنا لما عملنا ريجستر للمنيو، وين ريجستر للمنيو؟ هايها، هذه الكلمة تعتبر كلمة قابلة للترجمة زي كلمة برايمري منيو، صح؟ يبقى انا هذه برضه عشان تنعرض لليوزر حسب اللغة اللي هو بيستخدم فيها الموقع، بعد ما تطلع له كلمة برايمري منيو تطلع له مثلا القائمة الرئيسية. يبقى انا برضه هذه الكلمات حتى لو كانت مش في العرض تبع الثيم نفسه بدنا نترجمها او بدنا نحطها تكون قابلة للترجمة. يعني هنستخدم في البولي لانج. البولي لانج لا، البولي لانج انا اروح ضفت منيو، هذا بنسميه اللوكيشن تبع المنيو مش المنيو نفسه. تمام، بشكل عام اي كلمه انا بضيفها جوا الثيم تبعي يفضل انه ايش نحطها من خلال الفانكشنز تبعت الترجمه. تمام، طبعا لازم نحدد برضه التكست دومين. طيب هالوقت انا كلمة ماي ثيم بستخدمها كثير صح؟ يعني هذا ماي ثيم التكست دومين تبعنا هذا انا بستخدمه تقريبا دائما. فرحت غيرت الدومين تبعي ايش بدي اعمل؟ بدي الف اغيرهم كلهم.
مش هقول كلها. طيب الوقت فيه ممكن تحكوا ايش؟ طب انا بروح اعرف فاريبل اسميه مثلا جلوبال فاريبل فوق، اقول له انه انت اسمك تكست او اسمك دومين، دومين بيساوي القيمه هذه، واجي اصير كل مره بدل ما اكتب كلمه ماي ثيم في الفانكشنز اروح مش مشكله اعتبره انه معرف في كل ملف ونحط الدومين بالطريقه هذه. تمام؟ الوقت هذه الطريقة صحيح انه هي بالنسبة لي برمجيا صح، ليش؟ لان انا لو غيرت اسم الدومين بغير في الفاريبل، بس للاسف هذه الطريقة بتزبطش معانا. ليش؟ لانه هو لما يجي يدور مش حيروح يدور الفاريبل اسمه دومين ايش اسم ايش قيمته، يعني البرامج اللي بتعمل عملية الترجمة لو برنامج الدي او ايديت او اللوكو ترانسليت مش حيروح يدور على ايش قيمة الدومين، هو بهمه الكلمه نفسها. تمام؟ فالوقت هو حيفترض انه دولار ساين دومين هي عباره عن اسم الدومين نفسه كسترينج، وهنا بصير عندنا خطا. عشان هيك عندنا الحل الوحيد انه نشتغل انه لازم نحدد التكست دومين كنص جوا الفانكشن، ما ينفعش نحطه في فاريبل وابعته للفانكشن. طبعا لا، لو صار عشان هيك انتم من البدايه بتكون مقرره من البدايه ايش اسم التكست دومين، وفي النهايه خلص هو ثابت وبلزمش يتغير، يعني بلزمش يتغير الا اذا وين بيصير التغيير؟ صار تعارض ان انا مستخدم تكست دومين موجود في ثيم ثاني او في بلجن ثاني، فصار تعارض، هنا بنضطر نغير عشان ما يصيرش تعارض ما بينهم. تمام؟ لكن في الوضع الطبيعي بلزمش اصلا اني اغير، عشان هيك من البدايه بنكون محددين. عشان هيك من ضمن الشغلات، هذه اخر نقطه قبل البريك وقبل ما انتم تجربوا، من ضمن الشغلات اللي انا ممكن اضيفها على معلومات الثيم، احنا ما بنضيف معلومات الثيم في ملف الستايل، عشان هيك من ضمن المعلومات اللي انا ممكن اضيفها على الملف هذا احكي له فين عندك التكست داش، عفوا تكست دومين، مش متذكر في داش او لا. تمام؟ نقطتين بقول له ايش؟ ماي ثيم، هو بدون لانه يعني ما فيش داش. تمام؟ تكست دومين بعطي له مين؟ اسم الدومين تبعنا. تمام؟ وفي حاجة اسمها اللانجوجز أعتقد، مش متذكرها، هذه بعطي له فيها إيش؟ وين ملفات الترجمة تبعت؟ هي حتكون مثلا إيش؟ مجلد اللي اسمه لانجوجز، بس خليني أتأكد من هذه الكلمة، أنا مش متأكد منها 100%، ممكن نلاقيها في الشرح. كان موجود جزئية اللوكاليزيشن دومين باث، مش عفوا تكست دومين، وفي عندنا حاجة اسمها دومين باث. طبعا هذه مش ضرورية، يعني لو أنا ما حطيتهاش تمام. زي ما حكينا هدول انا بس حطيتهم كمعلومات بس انه يتم التعرف عليها، لكن مش انها ضرورية او الزامية، لو انا ما حطيتهاش مش هتشتغل موضوع الترجمة. تمام؟ ولكن تعطي معلومات مسبقة انه هذا الثيم بيستخدم تكست دومين اسمه ماي ثيم، والملفات الترجمة هتكون في مجلد اسمه ايش؟ لانجوج. لاحظوا انا حطينا المجلد ريلاتيف لمين؟ للثيم نفسه. هذه مالهاش علاقة، هذه ريلاتيف لمين؟ لملف الستايل. وين ملف الستايل؟ في المجلد الرئيسي، يبقى على طول حكي له لانجوجز. طب على طول على طول. لا نقطة مش مشكلة، أنا حكيت هيك أفضل. أنا إيش حكيت؟ أنت عكستيها. لا بتذكر لما حكيت من بدون حكيت السيرفر بتقول على السيرفر هي هذه، أحطها دوت أفضل. بس بجميع الأحوال هذه معلومة مش هتستخدم في الترجمة، مش هتستخدم في البرمجة، مش هتأثر بجميع الأحوال. تمام؟ بس هذه بتكون واضحة للشخص إنه أنا بقصد فيه الدايركتوري الحالي أفضل. تمام؟ هذه المعلومة حطيناها في ملف الستايل، مش معلومة أساسية، يعني مش معلومة لو أنا ما حطيتهاش مش هيظبط معنا الشغل، تو كنا شغالين وظابطة بدون ما نحطهم. لكن إحنا ممكن نحطهم كمعلومات تكون واضحة من البداية للوورد بريس إنه الثيم تبعي بيستخدم هذا الدومين نيم وهي مكانه جوا الثيم. تمام؟
هذه الجزئية المتعلقة بالترجمة لحد ما يجي